انا دلوقتي رايح لندى الاوضه عشان احنا المفروض كنا زعلانين من بعض. يا رب بس كنتش لسه زعلانه. هي هتتفاجئ ان انا موجود دلوقتي لان ندى بقت مذيعه. ندى استاذه ندى، حضرتك بقيت مذيعه، تحبي تشربي حاجه؟ أشرب إيه؟ أنا كنت أنا بقيت مذيعة، بقيت داخل عليا داخل بتاع فين؟ كانت مهنة نفسي أزولها. ليه بس؟ إيه مفيش كده؟ عاملة إيه الحمد لله دقيقة. أستاذة ندى حاليا بقت مذيعة بس هي خاسة شوية لأن الإعداد واخد كل وقتها. ندى أنا كنت جاي عشان أصالح حضرتك من وأنا واقف بعيد عن حضرتك. تعالى أنا مش عارف. أسلم على ندى؟ هلا ده ايه؟ الكلام اللي وصلك مش من لساني انا. اوكي؟ وانا فهمت شيكو لا ده غلط. قال لي طب كلمها، فلما دخلت كلمت ما لقيتكيش. فاهم حاجه؟ بس كان ممكن توصل لي. دقاق ممثل مسرح جامد جدا، يعني بعيدا ان هو بقى حاليا نجم والناس بتحبه وبقى عنده الفانزات وبقى عنده المعجبات. بس دقاق اخويا وصاحبي وهو بجد حد يستحق اللي هو وصل بجد. بصرف نظر كنت زعلانه منه بس مش مهم. انت مش كده دقاق. انا هعيط. مش كده دقاق. بس هو يعني مش هم ولاد الحلال دخلوا بينا دقاق. ولاد الحلال دخلوا بينا بس انت اخويا. وايه النفسنا اللي انتوا فيها؟ انتوا شويه نتكلم مع السيد. شكرا شكرا. باي باي. قول لي بقى انت كان فين الفلوس اللي عليك عشان